أهلا بكم من جديد. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بورنز عقد اجتماعا سريا مع نائب زعيم حركة الطالبان رئيس المكتب السياسي الملا عبد الغني برادر في العاصمة الأفغانية كابل. الصحيفة أشارت إلى أن الطرفين ناقشا اقتراب تاريخ 31 من آب أغسطس وهو موعد استكمال الولايات الأمريكية سحب قواتها من أفغانستان، كما أوضحت أن هذا اللقاء هو الأعلى مستوى بين مسؤول أمريكي وجها لوجه مع مسؤول من الحركة منذ سيطرتها على كابل. للحديث أكثر في هذا الموضوع رحب بضيفي من واشنطن الدكتور السيد محمد عويس المختص بالشأن الأمريكي. أهلا بك معنا سيد محمد. هناك أخبار عاجلة قبل قليل، بحسب CNN مسؤول أمريكي يقول اجتماع مدير الاستخبارات الأمريكية جاء بطلب وتوجيه من بايدن، من الرئيس الأمريكي نفسه. ما هو التعليق الأول على هذا اللقاء؟ أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. يعني أنا عندي معلومات فضل أكثر من أسبوع أن هناك لجان تنسيق طالبانية على مستوى عالي مع وكالة الاستخبارات الأمريكية ومع وزارة الخارجية، وليس يعني المجموعات التي متواجدة في المطار، ولكن في أمريكا وفي خارج أمريكا في دولة صديقة للطرفان. فلذلك يعني هذا ليس بجديد، والذي حدث يعني لحد الآن الطالبان ما زالت يعني لم يؤكدوا لحد الآن أن الاجتماع قد حصل، ولكن يعني الأمريكان لا يريدون كذلك، لا يتورطون بكذبة كهذه أنهم اجتمعوا معه إن لم يجتمعوا. فلذلك هناك تيار داخل حركة طالبان، تيار مستعد أن يتعامل مع الأمريكيون طالما أن الأمريكيون يتركون طالبان تحكم أفغانستان بطريقتها الخاصة، ولكن بعيدا عن التطرف والتطرف الأمني، وفتح باب أو فتح ملاذ آمن للعصابات الإرهابية. وأنا أتحمل مسؤولية كلامي هنا، هناك عصابات إرهابية تريد أن تذهب إلى أفغانستان من أجل أن تعيد يعني زمان ما قبل 2001 من أجل التحضير والقيام بعمليات ضد الغرب وضد حتى بعض الدول العربية. سأناقش معك هذه النقطة وهذه المعلومات. هناك عصابات تريد التوجه إلى أفغانستان والعمل من داخل أفغانستان كما جرى في عام 2001 والحرب الذي شنتها واشنطن على البلاد. لكن سيد محمد، صحيفة واشنطن بوست ذكرت وقالت بأن إن كان هذا اللقاء هو فضيحة لرئيس استخبارات الإدارة الأمريكية أو الأمريكان أن يلتقي مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الذي كان يوصف بالإرهابي الملا عبد الغني برادر. كيف تعلق؟ هل هو بالفعل فضيحة هذا اللقاء؟ منذ أن طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من باكستان إخلاء سبيل الملا برادر من السجن، يعني وجد هذا الرجل وأصبح يعني أكثر تأثيرا في العملية السلمية في أفغانستان، وهو الذي وجه عملية المفاوضات مع حكم الرئيس بايدن. وما زال أنا برأيي له علاقة مع وكالة الاستخبارات الأمريكية، وهناك كما قلت أنا يعني في البداية أنه هناك صراع الآن داخل عدة تيارات داخل الطالبان. هناك الحرس القديم الذي يريد أن يحكم بطريقة الجاهلية، وهناك من يريد أن يحكم يعني بالشرع الإسلامي كما يفهمه العالم وليس من منظور ضيق كما فعل الطالبان. نعم. ما قبل 2001. لكن هل باعتقادك نعم سيد محمد أفضل. هل باعتقادك أن هذا اللقاء جاء للتنسيق بين الحركة و الإدارة الأمريكية في مسألة الخروج النهائي للقوات الأمريكية في 31 من الشهر الحالي؟ هل هو هذا السبب الرئيس لهذا اللقاء أم هناك أسباب أخرى؟ هو هذا التنسيق قائم بين الطرفين، واستمرار التنسيق هذا أنا برأيي استمرار للتنسيق وليس من أجل موضوع واحد فقط. يعني هناك كثير من المواضيع على الطاولة،
وهناك أمن وأمان وسلامة المتعاملين مع الاحتلال الأمريكي على مدى 20 سنة، لأن أمريكا ستخرج، والرئيس بايدن لحد الآن أثبت أنه متمسك برأيه، والآن حتى هناك مشكلة بينه وبين الأوروبيون، هو يريد الخروج من أفغانستان بحلول 31 أو نهاية شهر أغسطس، يعني بعد أسبوع، مش أكثر من أسبوع سيخرج من هناك، وسيترك الآلاف وعشرات الآلاف من المتعاملين مع الغربيين والأمريكيين، وهذا يعني هذا مسؤولية، أنا برأيي تتحمل أمريكا والغرب مسؤولية سلامة هؤلاء. وهناك تيار داخل أفغانستان يريد أن يعيد بعض هؤلاء حتى إلى الحكم، يريد أن يعيد بعض حتى المسؤولين السابقين إلى الحكم، ويريد سلام داخلي للابتعاد عن شبح الحرب الأهلية في أفغانستان. فلذلك نعم هم يعملون معه، وأنا يعني لن أفاجأ لو طيب أكد الطالبان على سلامة هؤلاء، وبنفس الوقت اعترفت أمريكا في مسألة السلامة لهؤلاء. سيد محمد، قبل قليل كانت أيضا هناك أخبار وتصريحات المتحدث باسم طالبان يقول فيها نرفض بقاء القوات الأجنبية على أرضنا بعد 31 أغسطس، كما قال بأن 31 أغسطس أو 31 أغسطس آخر موعد لوجود القوات الأمريكية في بلادنا، وسنتخذ موقفا مغايرا في حال لم يتم الالتزام بالاتفاق. ما المتوقع اتخاذه من الحركة في حال عدم تلتزم؟ السياسة ما شدهم في ذلك هي في يعني في الكواليس وليس في العلن وفي الإعلام. من الممكن أن يكون كلامه للاستهلاك المحلي. ماذا في الكواليس إذن؟ ولكن في الكواليس يعني إذا ثبت وأن أن بيرنز، ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية قد اجتمع معهم، فمعنى ذلك أنه يوجد هناك خط دبلوماسي سياسي بينهم. وعلينا أن نتذكر أن ويليام بيرنز هو من السياسيين المخضرمين في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي اختصاصه الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهو يعني أنا برأيي لم يكن ليذهب إن لم يكن هناك شبه اتفاق على ما بعد 31 شهر 8، يعني بعد أسبوع. فلذلك يعني يجب ألا نستبق الأمور. لحد الآن ما زال الطرفان الأمريكي والطالباني يحترمون الاتفاقات والمهمات التي يقومون بها. الأمريكيون لا يتدخلون داخل أفغانستان، ونفس الشيء الطالبان لا تتدخل في عملية الإجلاء وفي عملية من يدخل إلى المطار ومن يخرج. طيب. من أفغانستان من الممكن أن تكون كل هذه الاجتماعات ليس فوضى، ولكن اتجاه جيد باتجاه حلحلة الأمور من أجل استلام طالبان لسدة الحكم، لأن بقاء الأزمة أو بقاء الداخل الأفغاني بدون تدخل الطالبان وإنشاء وزارات وحكومات ومجالس، لأن هذا من الممكن أن يؤدي إلى حرب أهلية داخل أفغانستان. أفغانستان هي برميل بارود قابل أن ينفجر إذا لم يحسن التعامل معه في المستقبل القريب. طيب، إذا هناك تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي كشف فيها أيضا على قناة أمريكية CBS أنه قال بأن طالبان تسيطر على أفغانستان، وأن هناك يعني الحقيقة بحسب ما يقول أن حركة طالبان تسيطر على كابول، لذا يتعين على واشنطن التعامل معها في وقت الذي تحاول فيه إجلاء الناس من العاصمة الأفغانية. هل تعتقد بأن سيستمر هذا التعاون بين واشنطن وحركة طالبان بعد إجلاء كافة القوات الأجنبية من البلاد ويتحول إلى علاقة سياسية؟ أولا هناك نقطة مهمة، أن طالبان لا تسيطر على كامل التراب الأفغاني، فهناك أحمد مسعود ابن أحمد شاه مسعود، وهو زعيم التحالف الشمالي الذي يعني أرق الأفغان، والذي حارب مع الأمريكيين ضد طالبان. وهناك البنجير، منطقة بنجير أظن اسم المنطقة، كذلك ما زالت متمردة على طالبان، ولذلك يعني الأمريكيون يحاولون مساعدة طالبان على أولا
الخروج من يعني من عنق القارورة الآن، لأن هناك يعني المطار هو الأهم الآن بالنسبة لهم. نعم. وطالبان لا تريد أن يبقى هناك موضوع معلق، موضوع خروج الناس من المطار، فلذلك ما زلنا أنا برأيي الأمور تسير بسرعة باتجاه الهاوية، ولكن من الممكن أن نصل ونتوقف يعني حول 31/8، ليس تماما يوم 31/8، من الممكن أن تقوم بعض يعني بعض المسؤولين يقوم بعض المسؤولين الطالبانيين بالسماح بالاستمرار لمدة أسبوع أو 10 أيام للانتهاء من إخراج من يريدون إخراجه للأمريكيين والأوروبيين من أفغانستان، كي تبدأ الحكم بدون وجود أي قوات أجنبية على الأرض، ومن أجل التعامل مع المتمردين ومع من يريد أن يتمرد. كذلك هناك البعض يريد أن يتمرد، خاصة المناطق القريبة من إيران والتي تدعمها إيران بالسلاح وبالمال بسبب مذهبي وليس بسبب شيء آخر. لكن أيضا هناك تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي يتحدث بها أن إدارة بايدن تأخذ التهديد داعش بمهاجمة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان على محمل الجد، وتتخذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامة المطارات في أفغانستان. لكن أخيرا معك أستاذ محمد، في مسألة هناك كان جلسة مغلقة للكونغرس يطالب الاستخبارات الأمريكية بإجابات واضحة عن الفشل في إدارة الأزمة في أفغانستان. ماذا عن هذا الفشل بالفعل الأمريكي في إدارة الأزمة؟ هل هناك إجابات واضحة للشعب الأمريكي أو للأعضاء في الكونغرس؟ نعم، دعني أقول أنهم يلعبون السياسة الآن بحياة الناس وبمصير الناس ومستقبل الناس، خاصة الذين كانوا مرتزقة عند الأمريكيين وعند غير الأمريكيين في أفغانستان. هذا الكلام كلام سياسي، والذي يعني الذي يعني يولول في هذه المرحلة هم نفسهم جماعة الرئيس ترامب الذين وقعوا الاتفاق مع طالبان في سنة 2018 للخروج من أفغانستان. هم يتكلمون بهذه الطريقة يعني كعملية ثأرية ضد الرئيس بايدن، ولكن الرئيس بايدن يطبق وطبق في هذه المرحلة يطبق ما اتفق عليه الرئيس ترامب مع الطالبان، بل يعني لم يكن الرئيس بايدن راضيا على الاتفاق، ولكن اضطر للخروج من أفغانستان لأن البقاء كان سيؤدي إلى معركة جديدة وإلى تورط أمريكي جديد في أفغانستان. نعم. هو فضل أن يخرج من أفغانستان كي لا تتورط أمريكا بعشرين سنة أخرى في أفغانستان يعني بدون أي سبب وبدون أي فائدة لأمريكا. أمريكا تعتبر نفسها الآن والاستخبارات الأمريكية أنها حجمت القاعدة وحجمت ما يسمى الدولة الإسلامية آيسس أو داعش، وبإمكانهم، والآن يتكلمون دائما الجهات الأمنية الأمريكية والبنتاغون أنهم قادرون على التعامل مع القاعدة وخراسان، ما يسمى خراسان تنظيم داخل القاعدة وداعش، أنهم قادرون على التعامل معه عن بعد، ولكن نعم يعترفون بأن هناك خطر. ولكن الكلام الذي نسمعه من الكونغرس هو كلام سياسي من أجل تسجيل نقاط من الحزب الجمهوري ضد الحزب الديمقراطي الذي يترأسه الآن الرئيس الأمريكي بايدن. أشكر جزيل الشكر المختص بالشأن الأمريكي سيد محمد عويس، كنت معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن، وشكر موصول لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.